منطقة في سلطنة عمان تربط بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، يمكن أن تصل إلى 3 مليارات شخص حول العالم. مستقبل سلطنة عمان والخليج العربي هنا في هذه البقعة الجغرافية التي كانت قبل سنوات مجرد منطقة نائية بالكاد يسكنها الآلاف، لكنها اليوم تضم أكبر منطقة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عرفت سلطنة عمان من أين تؤكل الكتف، فأنشأت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مكان يصلك بالعالم أجمع. ابقوا معنا لنتحدث لكم عن هذه المنطقة الواعدة، لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تتمتع مدينة الدقم بموقع جغرافي متميز في قلب بحر العرب، وتقع على مفترق الطرق بين آسيا وإفريقيا، لذلك يمكن للمستثمرين الاستفادة من اختراق الأسواق ذات النمو المرتفع والوصول إلى عدد متزايد من السكان يصل إلى 3 مليارات مستهلك. كانت الدقم قرية لصيد الأسماك حتى عام 2011، عندما أطلقت الحكومة العمانية خططا لتحويل المدينة إلى مركز صناعي ومدينة ساحلية لتنمو المنطقة بوتيرة مذهلة وتصبح واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بين أكبر المناطق الاقتصادية في العالم. تغطي منطقة الدقم الاقتصادية مساحة قدرها 2000 كيلومتر مربع، بما في ذلك 90 كيلومترا من الساحل. وتقسم المنطقة إلى 8 مناطق رئيسة تشمل الميناء والحوض الجاف للسفن ومصفاة النفط والمطار الإقليمي ومجمع الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمنطقة السكنية والتجارية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية. تشرف هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على العناصر البيئية والاجتماعية المرتبطة بتوسيع المنطقة، وذلك لتوفير المدينة عرضاً جذاباً ومستداماً للمقيمين والزوار والمستثمرين. وتقدم المدينة عدة إجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك ملكية أجنبية تصل إلى 100%، مع إلغاء القيود على العملة وإعفاء ضريبي يصل إلى 30 سنة من تاريخ بدء العمليات، واتفاقيات حق الانتفاع تصل مدتها إلى 50 عاماً قابلة للتجديد لفترات مماثلة. إن حجر الزاوية الأكثر أهمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة هو ميناء الدقم الذي يعمل كبوابة إلى المركز الصناعي، وتقع داخل ميناء الدقم إحدى ساحات صيانة وإصلاح السفن الحديثة في العالم، والتي تصنف أيضاً من بين أكبر الساحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على المستوى الإقليمي ترتبط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل جيد عبر الطرق السريعة التي تربطها بجميع المدن الرئيسة في السلطنة وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى المنطقة مطار إقليمي تم بناؤه حديثاً يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة ويستقبل رحلات يومية من مسقط. وباعتبارها مشروعاً جديداً من المقرر أن تستفيد المنطقة الاقتصادية من تكاملها مع مشروع السكك الحديدية الطموح في البلاد، وهو شبكة سكك حديدية حديثة تربط البلاد بالإمارات العربية المتحدة. ميناء الدقم. يعد ميناء الدقم أحد أهم المشاريع التنموية بالمنطقة الاقتصادية. يرتبط موقعها الاستراتيجي على خطوط الشحن الدولية لثلاث قارات آسيا، إفريقيا وأوروبا، مما يمنحها ميزة تنافسية من خلال قربها من الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون الخليجي. يضم الميناء 3 أرصفة رئيسية هي الرصيف التجاري والرصيف الحكومي ورصيف المواد السائلة والسائبة. كما يمتلك الميناء بنية تحتية متطورة حيث يبلغ إجمالي طول كاسر الأمواج 8.7 كيلومتر، أما عمق الحوض فيصل إلى 18 مترا وقناة الدخول 19 مترا، مما يعني أن الميناء قادر على استقبال ومناولة سفن الحاويات العملاقة. كما يسعى ميناء الدقم إلى استقطاب مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة، وذلك مع تبني نهج شامل واستباقي للاستدامة البيئية، بما في ذلك إزالة الكربون والالتزام بالحياد الصفري،
كما أن من أهداف الميناء تعزيز التجارة البحرية وجذب حركة الشحن العالمية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للشركات البحرية، إضافة إلى دعم الصناعات المحلية وتسهيل صادراتها. مصفاة الدقم مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، يعتبر أحد أكبر المشاريع البتروكيماوية في السلطنة. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل يومياً، وتشمل المنتجات المكررة البنزين والديزل ووقود الطائرات والنافتا وزيوت التشحيم، وتستخدم المصفاة أحدث التقنيات في تكرير النفط، مما يضمن كفاءة عالية وجودة للمنتجات. مجمع الصناعات الثقيلة مشروع طموح يهدف إلى تطوير الصناعات الثقيلة في السلطنة، ويشمل عدة مصانع ومرافق إنتاجية. يضم المجمع مصانع الحديد والصلب التي تنتج قضبان الحديد والصلب المستخدمة في البناء والصناعة، ومصانع البتروكيماويات التي تنتج مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية المستخدمة في الصناعة الكيميائية والبلاستيكية، إضافة إلى مصانع الألمنيوم. ويضم المجمع عدة منشآت للبنية التحتية الداعمة، مثل محطات توليد الكهرباء والمياه ومرافق النقل البري والبحري لتسهيل نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، إضافة إلى مركز الأبحاث والتطوير لدعم الابتكار الصناعي. المطار الدولي بالدقم يعد مكوناً حيوياً من البنية التحتية في المنطقة، ويدعم الحركة الجوية للركاب والبضائع. يبلغ طول المدرج حوالي 4 كيلومترات، مما يسمح باستقبال جميع أنواع الطائرات. يضم المطار صالات ركاب حديثة مجهزة بجميع الخدمات اللازمة للسفر الدولي والمحلي، إضافة إلى مرافق متطورة لمناولة البضائع والشحنات الجوية. يهدف المطار إلى تسهيل حركة السفر بين الدقم والمدن العالمية، ودعم التجارة الدولية من خلال توفير خدمات شحن جوي فعالة. ومن مشاريع البنية التحتية الأخرى التي تضمها المنطقة الاقتصادية، تعمل سلطنة عمان على تطوير شبكة طرق حديثة تربط الدقم بباقي محافظات السلطنة، وتسهيل الحركة الداخلية والخارجية، وإنشاء مجمعات سكنية للعاملين في المنطقة والمستثمرين الأجانب، وبناء مرافق خدمات تشمل المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية والترفيهية لتلبية احتياجات السكان والعاملين. تهدف هذه المشاريع والبنية التحتية إلى تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي واسع النطاق في البلاد، مثل زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز الصناعات المختلفة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين، وذلك مع تقليل الاعتماد على النفط والغاز من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية. تتميز سلطنة عمان بحوافزها الداعمة للأعمال وحكومة مستقرة ذات سياسات ليبرالية تجاه الشركات وعلاقات تجارية دولية استراتيجية مع الدول المجاورة. هذه الظروف مجتمعة تجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة مكانا مثاليا ليصبح مركزا رئيسا للاستيراد والتصدير والشحن العابر في المستقبل القريب في منطقة الشرق الأوسط.